السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع كفاءات العراق، لماذا يموتون مغتربين؟ مشاهدينا الكرام، لدينا وسم أسبوعي نطرحه في كل حلقة من حلقات منبر الرافدين، واسمنا لهذه الحلقة هو كفاءات المهجر. بإمكان حضراتكم أن تتفاعلوا مع هذا الهاشتاج في موقع تويتر وتكتبوا ما لديكم من تعليقات بشأن هذا الموضوع. ابدوا آراءكم بشأن قضية الكفاءات العراقية المهاجرة، وما الأسباب التي تدفعهم إلى الهجرة، وكيف تتابعون التعامل الحكومي معهم. اليوم أيضا مشاهدينا الكرام سنتطرق إلى تفاصيل أخرى في هذه الحلقة، لكن قبلها نود منكم أن تشاركوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم. وأيضا هناك خدمة للواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، وبإمكانكم أن ترسلوا لنا ما لديكم من رسائل مكتوبة وسنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا مشاهدينا، شهد هذا الأسبوع وفاة المعلق الرياضي العراقي الشهير والملقب أيضا بشيخ المعلقين مؤيد البدري عن عمر ناهز 87 عاما في اسكتلندا، بعد مسيرة حافلة باللحظات المضيئة في تاريخ أحد عمالقة العراق ومبدعيه. كان البدري أول معلق رياضي عراقي منذ عام 1963، وكان مقدما لبرنامجه الشهير الرياضة في أسبوع. تبوأ منصب رئيس اتحاد كرة القدم سابقا، وكان قبلها أستاذا بكلية التربية البدنية في بغداد، مديرا عاما بوزارة الشباب، أمينا عاما لاتحاد الكرة ل 15 سنة، وكان كذلك رئيسا للاتحاد العام لكرة القدم. خارج العراق عمل البدري مديرا عاما للنادي العربي في قطر. فلماذا بعد كل هذا العطاء في مجاله والخبرات المتراكمة التي استمرت لأكثر من 4 عقود مات مغتربا بعيدا عن وطنه؟ ولماذا لم تعمل الأحزاب التي حكمت العراق بعد الاحتلال على تطوير قطاعي الرياضة والإعلام معتمدة على خبراته وغيره من الكفاءات العراقية الوطنية؟ اليوم مشاهدينا الكرام نتحدث عن الكفاءات العراقية التي رحلت وتوفيت خارج بلدها بعد الاحتلال الأمريكي، وكانت محاربة ومضطهدة ومهملة من قبل من يحكمون العراق منذ عام 2003. دعونا الآن مشاهدينا نتابع هذا الجرافيك عن بعض الشخصيات العراقية الوطنية صاحبة الكفاءة والخبرة في مجالات مختلفة والتي توفيت خارج العراق بعد عام 2003. مشاهدينا الكرام، هناك أسباب قادت إلى وفاة هذه الشخصيات أو رحيلها إلى خارج العراق ووفاتها في بلدان أخرى غير بلدها. دعونا نتابع هذا الجرافيك الذي يعطي بعض النقاط عن الأسباب التي أدت إلى إهمال ومحاربة الكفاءات العراقية وهجرتها إلى خارج العراق بعد عام 2003. لنشاهد. مشاهدينا الكرام، هذه بعض من أسباب قادت إلى هجرة العقول العراقية والكفاءات. طبعا الهجرة حتى نكون منصفين هي ليست فقط بعد الاحتلال، هي موجودة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة لأسباب كانت في السابق أغلبها تتعلق بالجانب الاقتصادي، هناك جزء منها كان يتعلق بالجانب الأمني، لكن بعد الاحتلال في عام 2003 تضاعفت بأرقام مهولة أعداد الذين خرجوا إلى خارج العراق بحثا عن الأمان وبحثا عن فرصة حقيقية لتسخير خبراتهم وكفاءاتهم وعلومهم التي حصلوا عليها نتيجة العمل المجد الذي قاموا به طيلة سنوات من الزمن، استثمروها في بلدان أخرى قدرت ما لديهم من خبرات ومن كفاءات. مشاهدينا الكرام، نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم للإجابة على سؤال حلقتنا لهذا اليوم، وهو موضوع الحلقة في نفس الوقت: كفاءات العراق، لماذا يموتون مغتربين؟ أول اتصال أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله. شلونك؟ حياك الله أبو عبد الله، أهلا وسهلا. صح على حوالك. الله يبارك فيك، الحمد لله. أستاذ العزيز، قناتكم كانت قبل قناة الرشيد هم نفس الحالة، تحكي على الدولة وتحكي على شغلات مو زينة. هسه صارت مطابقة ويا الدولة. البارحة أنا من عبرت عن رأيي قبل حلقتين ويا أستاذ واجد وقطعت الاتصال. شلون ويا الدولة؟ نعم تفضل. من عبرت عن هذا الكويتي معقل يريد من مي الفراد راسا أستاذ يقول احنا ما نقبل حديث مثلا زيد من الناس. لأن الدول العربية من عدتي إلى العراق. ليش ما حد يوقف على حدها؟ شوف سيد أبو عبد الله، أنا حاتناقش ويا حضرتك طبعا وحنسولف بالموضوع، لكن أولا قد حضرتك دا تمر بلحظة من الغضب أنه أنت قطع الاتصال معك لسبب أنت شايفه أنه سبب عادي، لكن بس اسمح لي، لكن هذا الغضب يعني حقيقة يظلم قناة الرافدين أنه يدخلها في خانة أنه هي تقف بصف من دمروا البلد، من سرقوا خيراته وثرواته. يعني أعتقد كانت مقارنة غير منصفة ووضعت القناة في مكان غير مناسب بالنسبة لها، أعتقد يعني هذا الكلام صحيح؟ وصفتك يعني هو من عيقول زين ليش الجيوش على العراق؟ زين ليش ما يحد مثل ما حشد بوش وربع هذول الملة ودول كثير دول قذرة وياه، خلي حشدها ويقول اترك يفتح المي. تمام. شوف سيد أبو عبد الله، بس خلي نوقف عند نقطة، لأنه أريد أنتقل ويا حضرتك إلى موضوعي الأساسي. تعرف حضرتك هذا برنامج اليوم موضوعنا مختلف، لكن أريد يعني نأتي بنقطة وحربطها، حربط الكلام اللي تفضلت به ويا موضوعنا. العراق من يحكمون العراق ضعفاء، فاسدون، مقصرون من ناحية ملف المياه، وهذا ليس حديثي، هذا تقارير دولية وحديث منهم في داخل العراق يؤكدون أن اللي يحكمون مجموعة من الضعفاء اللي سيطرت عليهم دول أخرى، اللي ضعفاء سيادة ماكو، بحيث أنه خلى الدول تتحكم بمصير المياه أن عندنا وكذا. لكن جزئية المي باختصار شديد بس حتى نختمها ويا حضرتك وتكون على بينة. إيران باعتراف وزير الموارد المائية هي الجانب الذي قطع المياه عن العراق تماما، حولت مجرى الأنهر إلى داخل الأراضي الإيرانية، في حين تركيا بتصريحات الحكومة وتصريحات وزير الموارد المائية في الحكومة يقول بأن تركيا متفاهمة ومتعاونة معنا بهذه الجزئية، هي تنشئ سدود لمصلحتها، لكن في النهاية السدود هذه ترسل إلى العراق جزء من المياه، قد يكون هناك قلة في هذه المياه الواردة، يجب أن يتم معالجة هذه القضية من قبل جهات حكومية. نخلص من هذا الموضوع، نجي لموضوعنا اليوم واللي أريد أربطه ويا هذا الكلام. احنا عندنا سؤال أريد منك تعليق عليه أو إجابة عليه، أنه كفاءات العراق، العقول العراقية، هذه الأدمغة العباقرة اللي طلعوا بآلاف إلى خارج البلد بعد الاحتلال، ليش ديموتون خارج بلدهم وما يتم استثمار خبراتهم وإمكانياتهم لخدمة العراق؟ قول ذهبية. نعم. وهاي الحكومة ما تجيش عقول ذهب، عقول شريفة ونزيهة. نعم. حتى جتنا الكفاءات، جتنا المخدرات، جانا الكريم، كفاءات جت بالعراق. نعم. لما تجي المخدرات. نعم. شلون تعبر المخدرات من الحدود وانت ضابط مال الحدود؟ خلي يرجعون. بهاء العرجي قال بالنظام السابق، يقول قبل يطب الحكومه العراقيه عندها عدد سنه طاير مال الله طاير بس سنه. ليش هسه عطبت؟ يعني مو كان الافضل انه تستثمر هذه الخبرات والكفاءات العراقيه من هم لا يزالون احياء. انت طرحت موضوع المياه في البدايه، احنا قبل كم يوم او قبل عفوا كم اسبوع استضفنا دكتوره سعاد ناجي العزاوي، مهندسه بيئيه وخبيره في موضوع السدود والمياه وغيرها، كانت عندها حلول وكانت عندها نقاط طرحتها لمعالجه شح المياه ولمعالجه ازمه المياه في العراق وغيرها. ليش ما يتم استثمار هذه العقول النيره لمعالجه ازمات العراق؟ هم مو يقولون احنا نريد نبني البلد، كيف يمكن ان يبنى العراق بلا كفاءات وبلا خبرات؟ استاذ العزيز انت ما عليك بل يقول حكي وكذب، كذب وببلاش. حكي ما عليه ضريبه، هو جاي يدمر العراق. نعم يعني نعم. انا اشكر حضرتك، شكرا جزيلا ابو عبد الله من صلاح الدين. ويانا السيد ابو علي من لندن، تفضل يا ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما اعرف موضوعكم شنو اليوم؟ سيد ابو علي، قبل يعني نتكلم تفاصيل الموضوع، بهذا الاسبوع رحل مؤيد البدري شيخ المعلقين الرياضيين واول معلق رياضي عراقي صاحب الخبره والكفاءه، رحل خارج العراق، توفي في اسكتلندا. اليوم الموضوع يا ابو علي كفاءات العراق، لماذا يموتون مغتربين؟ اريد منك كلمه بدايه، شلون تشوف موضوع انه الكفاءات العراقيه، شخص علم من اعلام العراق مثل مؤيد البدري يموت خارج العراق، سنين ما حد يباوع له، يتذكروه بس من مات بتغريده مصطفى الكاظمي. يعني شلون تشوف تعامل الحكومه ويا الكفاءات العراقيه؟ قايل هذه مو حكومه، ميليشيات عصابات جاي تحكم بالعراق، بعدين هم ما يريدون كفاءات بالعراق، اخي هم بالعكس يتمنون كل واحد، كل عالم، كل دكتور، كل مهندس يخرج من العراق على مود يجيبون العدم المجوس الايرانيين يجنسوهم ويحكمون بالعراق. هم ما يهتمون بالعراق عمي، ميليشيات جاي تحكم العراق. ليش هسه هذا مثل مؤيد البدري رحمه الله عليه وغيره وغيره، كفاءات ناس دكاتره مهندسين ضباط سابقا، زين ليش يموتون بالعراق ويتغربون؟ لانه ما يقدرون يرجعون الى العراق اخي، مستهدفين. هسه انا ابو علي النجفي مجرد جاي اتكلم، اخي ليش تبوقون؟ ليش تنهبون؟ انا علي منع الان في العراق. الان اذا ادخل في العراق راسا 4 ارهاب، وانا اتشرف بهذا الحكم، لان هذا الحكم 4 ارهاب فقط للشرفاء وللوطنيين، والباقي المجرمين القتله اللصوص الدواعش هم احرار طلقاء، تجار مخدرات طلقاء احرار. طيب سيد ابو علي، شاعر عراقي كبير الراحل عبد الرزاق عبد الواحد، من وصاياه كانت قبل وفاته انه اذا متت لا أدفن في العراق إلى أن يعود فيه الأمان. هل تعتقد بأن هذه الأمنية ممكن أن تتحقق في ظل حكم هؤلاء؟ مجرد ميليشيات 90 فصيل إرهابي يحكمون في العراق، بس إن شاء الله المستقبل جاي والفرحة جاية والأمل جاي. أنا أبشر الشعب العراقي هذول ما باقي لهم أشهر وسينتهون، الباطل ينتهي، الإجرام تنتهي إن شاء الله، سينتهون. إحنا ما ساكتين أخي، إحنا ما ساكتين يا شعب العراقي، أبشركم هؤلاء الميليشيات هؤلاء العصابات ستنتهي، سنقضي عليهم إن شاء الله. يعني أنا طرحت سؤال للسيد أبو عبد الله من صلاح الدين، وأكرر هذا السؤال على حضرتك، إنه كيف يمكن بناء دولة بلا خبرات ولا كفاءات؟ يعني أقل مؤسسة اليوم موجودة، المؤسسات الموجودة في العالم، عندما يصل صاحب الخبرة إلى مرحلة التقاعد يستفاد منه فيما بعد في تطوير الشباب، في نقل خبراته المتراكمة طيلة سنوات إلى الشباب حتى يكملون المسيرة. اليوم احنا لما نشوف المهندس والعالم والطبيب والفنان وغيرهم، لما نشوفهم يهاجرون خوفا على حياتهم، يموتون بالمنفى وما حد يدري بيهم ان هم ماتوا، يتمرضون ماكو دولة تعالجهم. ذولا شلون ممكن يبنى العراق وماكو ذولا ما موجودين؟ العراق هم ما جايين يبنون، هم جايين يهدمون لاجل الجمهوريه اللا اسلاميه الايرانيه، هم جايين يهدمون، جايين ينفذون اجندات ايرانيه ارهابيه، هم ما جايين يبنون، هم جايين يسرقون ويهدمون، بس ان شاء الله سينتهون ان شاء الله. نعم، اشكر حضرتك سيد ابو علي من لندن. يعني حقيقة مشاهدينا الكرام، عندما نستمع إلى حديث نقابة الأطباء العراقيين التي تقول بأن هناك أكثر من 6000 طبيب عراقي يعملون في المملكة المتحدة، فقط 6000 طبيب عراقي باختصاصات مختلفة يعملون في المملكة المتحدة، ونرى في المقابل مستشفيات عراقية خالية من الكوادر أو كوادر ليست على المستوى. وطبعا هو ليس طعن بالكوادر الموجودة فيهم الخير والبركة، لكن نتكلم عن غياب الكفاءات. أحد البروفيسورية الجراحين العراقيين سئل مرة أنه هل ترغب بالعودة إلى بلدك؟ قال بأنه أتمنى أن أعود إلى العراق وأخدم بالمجان، لكن لا توجد بيئة خصبة ولا توجد أرض مناسبة ولا يوجد أمان بالنسبة لي ولعائلتي. كيف أعود إلى بلد غير مهيأ لا بالعدة ولا بالأمان ولا بالمستلزمات أو المتطلبات التي يحتاجها صاحب الخبرة حتى يعمل؟ كيف لي أن أعمل في بلد غير مهيأ، بلد فاقد للأهلية؟ يعني هذه من النقاط حقيقة المهمة عندما يسأل كثير من أصحاب الخبرات والكفاءات العراقيين في الخارج عن رغبتهم بالعودة. كثير منهم يتمنى أن يعمل بالمجان ويقدم الخدمات التي أو العلم الذي يمتلكه إلى العراق، خدمة مجانية إلى وطنه إلى بلده، لكن لا يستطيع لأنه محارب مضطهد، قد يقتل أو يغتال إذا عبر عن رأيه، قد يقتل أو يغتال إذا قام بفعل لا يتماشى مع توجهات الميليشيات والأحزاب الفاشلة الموجودة في العراق. وبالتالي كيف يمكن أن يبنى هذا الوطن وهناك محاربة وهناك ملاحقة وهناك اضطهاد لكل صاحب كلمة، صاحب فكر، صاحب عقل، لكل من لديه علم حقيقي بإمكانه أن يخدم هذا البلد، نراه محارب وملاحق. معنا اتصال السيد قاسم من السماوة، تفضل. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي والله ابتلينا هذه الميليشيات الإرهابية التابعة إلى إيران، على رأسها ميليشيات الحشد الشعبي والوطني. دولة هم شكوا عالم، شكوا خبير، وشكوا صاحب الخبرة. أما قتلوه أما هجروه أو جاءوا إلى هدم العراق وسرقته وسرقة موارده على حساب الجمهورية اللا إسلامية. وإلا ما جاءوا إلى أعمار العراق، جاءوا لسرقة موارده وممتلكاته. نعم. الميليشيات الإرهابية المتوحشة التي ينتمي لها الحزب، وكذلك ميليشيات. طيب أنا أريد أسألك سيد قاسم، اليوم من نشوف أنه عندما يعني يموت أحد أصحاب العقول الخبرات الكفاءات العراقية خارج العراق، نشوف الحكومة تستذكر بالنعي بمنشور في الفيسبوك أو في تويتر، مثل مصطفى الكاظمي ما دا يسوي ويا أغلب الكفاءات العراقية اللي توفت خارج العراق، يذكروهم بكلمتين وخدمة يقدموا لهم أو لعوائلهم، أن هم يرسلون بعض الطائرات لنقل جثامين العراقيين المتوفين في الخارج من أصحاب الكفاءات والخبرات حتى يندفنون داخل البلد. هل برأيك تتوقع أو تعتقد بأنه الحكومة هاي صادقة بنواياها تجاه الكفاءات العراقية؟ إذا كانت صادقة لماذا لا تقدم الخدمات لهم وهم على قيد الحياة؟ ليش بس طيارة تنقل جثتهم إلى مقابر العراق؟ ليش؟ أخوي الله بخير. تفضل. هذول هي الحكومات المتتاليه منذ الاحتلال ولا حد الان، هو من هجر الخبراء والعلام في العراق، هم هؤلاء أولاة الإرهابيين المعروفين، الله وكيلك، الله وكيلكم أولئك بقواتهم القمعية هذه اللي جاءت بقمع الشعب العراقي. نعم، شكرا سيد قاسم من السماوة. أبو مروة من كربلاء، تفضل يا أبو مروة. شكرا أخي العزيز، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أخي من خلال البرنامج أحب أذكر هذا الرجل الراحل رحمة الله عليه الأستاذ مؤيد البدري مقدم برنامج الرياضة في أسبوع. نعم. وكما أذكر راحل كامل دباب مقدم برنامج العلم للجميع. نعم. أخي ما راحت لكن ما اجى بمكانها. ليش ما اجى بمكانها؟ لانه المشروع الاقليمي الدولي اريد للعراق ان يكون هكذا اخي. نعم. لانه يريدون يخلون العراق من هذه الكفاءات. الله وكيلك ومحمد كفيلك، انا مواطن بسيط منذ اول انتخابات، اول منشورات اللي كانوا لي كان بها كان مكتوب بأحد المنشورات يجب أن يقسم العراق إلى 3 مناطق سنية شيعية كردية. فالعراق أخي مقبل على تقسيم، لكن هل يقدرون يقسمون الشعب؟ هنا أنا أقول لا والله. طيب. لأنه قدرة الله من قدرته. أبو مروة، في عام 2003 مع بدء الاحتلال الأمريكي على العراق أقر الكونغرس الأمريكي قانون لحماية الكفاءات العراقية واستقبالها في الولايات المتحدة وإعطائهم إقامة دائمة. ذولا اللي دي يحكمون العراق اللي يقولون كلا كلا أمريكا وأمريكا الشر والإرهاب، ليش ما يسوون أحسن من أمريكا؟ ليش ما يشرعون قانون لاستقطاب الكفاءات العراقية وتوفير البيئة الآمنة لهم والبيئة المناسبة لعملهم حتى يقدمون خدمات لهذا البلد؟ ليش هاي العقول النيرة أصحاب الكفاءات المتراكمة والخبرات على مدى عقود من الزمن راحت هاي الخبرات والاستفادة منها راحت لدول ثانية، دول أخرى بنت وعمرت وأنشأت مشاريع ضخمة بسبب العقول العراقية، بسبب هذه الأدمغة اللي انتشرت بالعالم. ذولا ليش ما استثمروا هذه العقول وشرعوا القوانين ووفروا الإمكانيات اللي يقدرون عليها لدعم هذه الكفاءات والخبرات وإعادة بناء هذا البلد؟ وهذا أنا قلت لك أخي هذا مشروع. شلون يبدأون بهذا المشروع؟ أول مرة يفرغ من هذه الكفاءات. نعم. التفريغ شلون يكون بإعطاء الفرصة المناسبة أنه أطلعوا راح نمنح لكم إحنا جناسية أمريكية. نعم. وهناك هذا إذا سحبوا هاي الكفاءات راح تبقى الكفاءات، ما راح يبقى البلد بلا كفاءات، مع كل احترامي لبعض الكفاءات الموجودة. فلذلك أضعفوا هذا البلد بهؤلاء حتى البلد ينتهي بالتقسيم. وأول لعنة الله عليه. شكرا. هذا الموجود. شكرا. نعم، أنا أشكر حضرتك أبو مروة من كربلاء، شكرا جزيلا لك للمشاركة. ويانا السيد أسامة من كركوك، تفضل يا أسامة، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك وأشكر القناة على هذا البرنامج القيم أستاذ عمر. الله يحفظك. محمد وياك، تفضل. للكفاءات بالعراق. وياك محمد، تفضل. العفو استاذ محمد. استاذ محمد معلومه، ترى الصوت يعني اغلبيه اللي يتصلون الصوت بمشكله، انا ما اسمع بعض الكلمات شو تقول. المتصل ابو مروه من كربلاء وقاسم من السماوه فعلا كان عندهم مشكله بالصوت، لكن صوت حضرتك واضح، تفضل. تفضل. استاذ محمد، بالنسبه للكفاءات بالعراق، الكفاءات هي نعم الاحتلال الامريكي نعم الله عليك، هذا استخدمته الاحزاب اللي كان ما يسمونهم بانفسهم بالمعارضه. نعم. هو اللي بدوا بالاطباء والطيارين والمو. نعم. ايدو فغادروا العراق، يعني ولا تعمل من دول الحكومه ان يرجعون احد الكفاءات من العراق ولا يرجعون، لان قاعد نشوف هذا الحل. اليوم اريد اسال واحنا اليوم يعني فاتنا قبل ايام الراحل مؤيد البدري أنه رجل عنده أكثر من 40 سنة خبرة في مجال الرياضة، حاصل على الماجستير بالعلوم الرياضية، شغل مناصب متعلقة بالرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وغيرها من المناصب، رجل سنين قضى وهو متعمق بهذا الموضوع. ولما نباوع اليوم على حال الاتحاد العراقي لكرة القدم اللي صار عبارة عن عصابات ومافيات بحسب شهادة اللاعبين نفسهم، لما نشوف المناصب تتوزع حسب المحاصصة وليس حسب الكفاءة والخبرة، لما نشوف انه مجال الإعلام الرياضي على الأقل صاير عبالك قهاوي مو قنوات فضائية ولا برامج. ليش ما صارت استفادة من هذا الرجل وهو على قيد الحياة ينقل ما لديه من كفاءة ومن خبرة إلى العراق لتطوير المجالات؟ فتحت الموضوع على مصراعيه، رحم الله والديك. يعني أصل شيء رياضة، يعني الرياضة مو فتني شيء مهمة. جابوا جاسم محمد جحفر اللي هو من حزب الدعوة الحزب الإسلامي، هو ما يفقه شيء بالرياضة، ومؤيد نعم كان القاص والداري انهزوا بالخارج، وهذا خير دليل على انه النظام السياسي بالعراق نظام محافظي، نظام تقسيمي، نظام يعني كل حزب يريد ياكل من جسد العراق، ما يجي شيء بالعراق. يعني كل اشكر حضرتك، وصلت الفكره. اسامه من كركوك اشكرك. عندنا سيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اخي من بعد عام 2003 الحكومات اللي عاثرت على حكم العراق حكومات فاشله في كل شيء، في اداره الازمات، في اداره بناء الدوله. السبب شنو؟ السبب لانه ما عندنا العقول والكفاءات والخلق اللي تدير البلد. البلد اصبح فيه ناس جهلاء يفتقرون الى اداره البلد، يفتقرون لجميع الامور سواء سياسيه، اقتصاديه، طبيه. فمن استلموا الحكم استلموا الحكم باوامر خارجيه، هذه الاوامر الخارجيه هي اللي امرتهم بانه يجعلون من هذا البلد بلد الحضارات، بلد متخلف. فلذلك انت تشوف يعني الجهلاء هم اللي جاي يتحكمون مصير هذا البلد، مصير هذا الشعب. يعني جعلوا من المواطن الفقير، المواطن هذا الكادح، قضيه لاغراضهم التجاريه. يعني الاطباء اللي قتلوا اللي هذا، فحتى شنو للاهداف مالتهم يصير مورد مالي، يروح لايران، يروح لتركيا، يروح للهند، فتخسر من هذا المواطن. يعني غرض تجاري. سيد عبد الرزاق، احنا نشوف بالعراق بعد الاحتلال الشخص اللي موجود ضمن الحكم يصير مره وزير لوزاره معينه، يطلع يصير نائب عن او رئيس لجنه او عضو في لجنه ما لها علاقه بالوزاره اللي كان لازمها، يطلع يدخل الى يمسك محافظه، يطلع من المحافظه يمسك جانب اخر، وزاره اخرى ما لها علاقه بالوزاره الاولى اللي استلمها. الموضوع بالعراق توزيع المناصب والتعيينات اللي تتم على أساس شنو بالضبط؟ على أساس الولاء للحزب. فهو الولاء للحزب هو اللي يدمر. الشعب ما يكون عنده ولاء يخلوه وزير دفاع، وزير داخلية. أنت قبل كم يوم شفت يعني هذا وزير الدفاع اللي كنا نتأمل هو العفو وزير الداخلية اللي كنا نتأمل بالخير، يعني يقول انا ما اقدر احرك جلدي اذا وافقت هذه العمليات. يا اخي انت لما ما تقدر تدير وزاره، وهاي الوزاره هي اللي تحمي ارواح الناس، انت لما ما عندك القدره، ما عندك الكفاءه وتحمي روح جبانه، بس يوزر بهاي الناس الاعتراف اللي تنقتل بسببه، انت تشوف نفسك ما مؤهل ما عندك قدره، اترك المسؤوليه حتى على مود تعترف، اقل شيء تحترم المهنه وتحترم نفسك. يعني شوف يعني انت من هذا وكيف يا استاذ محمد؟ يعني حتى اللي عنده ولاء للحزب واللي عنده ولاء للدول الاقليميه والاخرى اللي تتحكم بمصير العراق. طيب هو حتى لو عنده ولاء، هل عنده كفاءة أو خبرة تأهله أنه هو يدير المنصب؟ يعني حتى لو عنده ولاء لهذا الحزب، طيب هاي الأحزاب ماشي تجيب صاحب الولاء، لكن غير تجيب الكفوء من أصحاب الولاءات. يعني هاي الأحزاب أكبر دليل أنه هي فاشلة، ما خلت واحد من حزبها مناسب في مكان مناسب، لا وزير اقتصاد بخير، لا وزير تجارة بخير، وزير موارد مائية ضعيف، وزير دفاع وداخلية أضعف من الضعفاء. طيب غير المفروض هاي الأحزاب تعين صاحب الولاء لكن صاحب الكفاءة والخبرة أيضا. يعني هاي النظريات مالتهم والتنظير على العراقيين والشعارات اللي يحملوها وكلهم ميح، ما عندهم أي كفاءة ولا خبرة يخلوهم في أماكن يديرون منها هذا المكان بالشكل الصحيح. تعرف كل الزين للتشهير صناعة، فهم جاي يشتغلون على تشهير الشعب بالثقافات وبالثقافات حتى لا اي كفاءه ما تكون موجوده، فهم من اجوا على تدمير هذا البلد. فانت تشوف يعني العقول العراقيه، العقول المتهوره، العقول اللي إلى دور بإنقاذ البلد، بالنهضة بالبلد، أغلبيتها هائلة كل مكان جدا. فيا أخي هذا هو مشروعهم وهذا هو هدفهم، لأنه أي عقل بده يحمل من الشفاعة من العلم ما إلا وجود هنا، فهذا اللي هم يعملونك على تشهير الشعب حتى الناس تستدف. شكرا. نعم شكرا السيد عبد الرزاق من بابل، أشكر حضرتك للمشاركة ويانا. السيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل يا أبو عراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أستاذ محمد، هذا المخطط من 2003 هم متفقين عليه. نعم. تدمير عراقي، تدمير أهل الكفاءات. فيا أستاذ محمد الله يخليك، هسه من خرجوا من هذا البلد، اولا حفاظهم على انفسهم، لان ماكو حمايه لهم يا استاذ محمد، ولا لهم تكفير ولا هو المخطط. الو وياك استاذ محمد، هذا المخطط هذا تعامل. ابو عراق لما نشوف يعني كل شخص وطني عراقي من اصحاب الخبرات والكفاءات يموت برا العراق يتوفى، اللي تسويه الحكومة أي حكومة من ذولا أنه هي تدز له طيارة، مو دائما مو كلهم طبعا، تدز طيارة للي بالنسبة لها ما عنده مشاكل وياهم حتى ينقلون جثمانه يدفنوه بالعراق. العراق بالنسبة لهم تحول إلى مقبرة لدفن جثث الكفاءات، يظهرون يبيضون وجههم أو يجملون صورتهم أنه احنا ما نسينا، ما أهمنا هاي الكفاءة العراقية اللي توفت، لا حندز له طيارة نجي ندفنه داخل العراق. طيب وهو على قيد الحياة ليش عفتوه؟ كم واحد من أصحاب الكفاءات والخبرات ديتلوى من المرض ببيته أو في مستشفيات دول أخرى تتصدق عليه جهات أو دول حتى تعالجه، وهو ابن بلد من أغنى بلدان المنطقة. يعني هم بحياتهم هامليهم، بس من يموتون يجيبون جثثهم يدفنوها بالمقبرة اللي اسمها العراق. أستاذ محمد حتى يقولون لنا وهم الأعداء الأساسيين أستاذ محمد، هم الأعداء. ولا أنت يعني من كان البلد هو ليش هاجر يا أستاذ محمد؟ هاجر من وراء هاي الحكومات المتعاقبة، من وراء هاي العصابات، من وراء الميليشيات. راح لجأ البلدان الأخرى وله تقدير خاص. هاي حكومه يا استاذ محمد الله يخليك، حكومه هاي فاشله، حكومه بالنهايه ان شاء الله. نعم سيد أبو عراق، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. يعني مشاهدينا كما قلت بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة الآن، أو من خلال الواتساب عن طريق إرسال رسالة سنقرأها. يعني بعض الإخوة يتساءلون عن موضوع الحلقة عن طريق السؤال، اللي يحب يشارك بالاتصال يشارك، واللي يحب يرسل رسالة أهلا به. احنا نريد نطلع فاصل، من بعد نعود لنكمل الحديث بشأن موضوعنا لهذا الأسبوع، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نستكمل مع حضراتكم حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين. نذكركم أن بإمكانكم أن تشاركوا من خلال الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، وهناك الرقم الأخير المخصص للواتساب، هو اتصال وواتساب، اللي يريد يستخدمه يتصل، أو اللي يريد يستخدمه لإرسال رسالة نصية. طبعا اللي دا يقول أنا ما عندي تليفون، اللي يريد يرسل عن طريق كتابة رسالة سنقرأها. بالنسبة للأخ اللي دي يسأل أو الأخت لا أعلم. نستكمل مشاهدينا الكرام الموضوع. عنواننا لهذه الحلقة كفاءات العراق، لماذا يموتون مغتربين؟ ليش برأيكم كفاءات العراق يموتون بالخارج، يهربون من هذا البلد، يموتون وما حد يدري بيهم، يتوفون في بلاد أخرى، بلاد أخرى تستفاد من خبراتهم من كفاءتهم، والعراق اللي هو المفروض وبأمس الحاجة إليهم لا يوجد استثمار لهم ولا لكفاءاتهم ولا لخبراتهم المتراكمة وعقولهم. شلون تشوفون هذا البلد راح ينبني مثل ما تقول هذه الأحزاب وتعد العراقيين صار لها 19 سنة؟ كيف سيبنى العراق بلا خبرة؟ كيف ستبنى العمارة ويبنى البيت بلا مهندس؟ كيف سيعالج المريض بلا طبيب؟ كيف سيتعلم الطالب بلا معلم؟ كم من أساتذة جامعات وأساتذة معاهد وأساتذة مدارس ومعلمين وغيرهم كفاءات هندسية طبية في مجالات أخرى فنية رياضية تركوا العراق هربا من البيئة الطاردة لهم. ليش تحول العراق اليوم بعد 2003 إلى بيئة طاردة للخبرات والكفاءات؟ شي يريدون يتحول العراق. يعني قاسم من السماوة يقول هذا الشغل لصالح إيران. يعني إيران تبني بالعلماء وتربي بهم ولا تكتفي، تريد بعد، تريد المزيد من العلماء ومن الخبرات. العراقيين اليوم اللي يتمرضون أو اللي يريدون يسوون عمليات تجميل أو غيرها من هذه الأمور العلاجية يتوجهون إلى مجموعة من الدول في مقدمتهم إيران. العراقيين اليوم لما يباعون على إيران يشوفون إيران بها سياحة، يشوفون إيران بها عمران، يشوفون إيران بها جوانب ما موجودة بالعراق. أنتم غير المفروض تقتدون بها إذا أنتم تريدون تقلدوها. لو أنتم تقلدوها بشكو شيء سيء، شكو شيء سلبي تسوي إيران. يعني تنقلون الإرهاب الإيراني إلى العراق، تنقلون التطرف الإيراني إلى العراق، تنقلون الفساد الإيراني الذي يعاني منه المواطن الإيراني إلى العراق. ما نقلتوا كيف يمكن تعبيد الطرق، ما نقلتوا كيف يمكن بناء مستشفيات أو تطوير القطاع الطبي، ما نقلتوا القطاع العلمي اللي تهتم به إيران وخاصة في المجال النووي. شوفوا علمائهم وين يوصلون اليوم، شوفوا إيران وين اليوم قاعدة على طاولة مفاوضات مع دول تناقش الملف النووي، لأنه هي تريد تصير خطر اليوم، تريد تسوي سلاح، تستقتل على هذه الجزئية. هذا كله ما إجا وليد لحظة، إجا وليد علماء وتربية للعقول واحتضان لها في سبيل أن هم يساعدون هذه الدولة على أنه هي تطور السلاح أو القطاع أو غيره. طيب أنتم علماءكم علماء ذرة، علماء نوويين، علماء كيميائيين، علماء على مستويات عليا تم قتلهم وطردهم وتهجيرهم، وترك البلد خالي من الكفاءات. اليوم العراق وهناك تساؤل يطرح حقيقة في كثير من المناطق وفي كثير من المواقع، أنه هل سيصبح العراق بلدا خاليا من الكفاءات؟ هل خلص ستنتهي فكرة وجود أي كفاءة علمية أو ثقافية موجودة في العراق؟ يعني أتمنى حقيقة تشاركون الإجابة على هذه التساؤلات. عندنا أحد المشاركين يقول: هذه مؤامرة على العراق ونفذت أحزاب السلطة نفذتها، ووقعوا من السماء وتلقوهم العرب وحضنوهم، قالوا أحسن من نخسر طلقة، ذنب هذول عليهم. حقيقة أنا ما فهمت شنو القصد، هل يقصد أنه وقعوا من السماء بالنسبة للعلماء لو بالنسبة لي؟ يعني ما أفتهم. لكن الفكرة أنه فعلا من ولد في العراق ومن تربى في العراق وتعلم في العراق وخرج بعد الاحتلال إلى دول أخرى أو حتى لو قبل الاحتلال، استفادت منه هذه الدول، استفادت منه ومن خبراته وطورت المجالات. يعني بعض المستشفيات في السويد هناك إحدى المستشفيات في السويد فيها أكثر من 70% من كادرها الطبي هم من العراقيين. تخيلوا مشاهدينا الكرام، أكثر من 70% في مستشفى واحد في السويد هو كادر طبي عراقي. ولكم أن تتخيلوا أعداد الكوادر الطبية أو الكفاءات العراقية المنتشرة في كل مكان، أساتذة الجامعات وغيرهم. طوروا من هذه الدول وحسنوا من وضعها واستطاعوا أن يصلوا بها إلى مراحل متقدمة. دول اعتمدت في كثير من الأحيان على الكفاءات العراقية لتحسين قطاعات معينة في الدولة، واكتسبوا خبرات. بالنسبة للي موجودين في حكم العراق اليوم، كثير منهم عاشوا في هذه الدول الأوروبية وقطعا التقوا بكفاءات عراقية موجودة، لكن عندما عادوا إلى حكم العراق لم يجلبوا معهم سوى الخراب والفساد. ما نقلوا التجارب اللي عاشوها واللي احتكوا بها في بريطانيا، في فرنسا، في أمريكا، في غيرها من هذه الدول. لم ينقلوا هذه القطاعات المهمة وهذه التجارب القيمة وما رأوه في تلك البلدان إلى العراق، لا، نقلوا ما ربتهم عليه دول من شر، من فساد، من إجرام وانتهاكات، وطبقوه في العراق. مشاهدينا الكرام، احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. نترحم على أرواح كل العراقيين الوطنيين، أصحاب الكفاءات والخبرات اللي حقيقة رحلوا خارج العراق، رحلوا بصمت في بلدان كان كثير منهم يتمنى أن يكون موجود في العراق، أن يخدم بلده أو على الأقل أن يموت في هذا البلد، لكن حرموا من هذه الأمور، حرموا بسبب من يحكمون العراق. أنا أصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. مشاهدينا، نذكر أن وسم حلقتنا لهذا الأسبوع هو كفاءات المهجر. في موقع تويتر بإمكان حضراتكم أن تشاركوا وتتفاعلوا معه ومن خلاله في موقع تويتر. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.